استقبلت محافظة سوهاج ضمن قافلة أبواب الخير لدعم الأسر الأولى بالرعاية 32 شحنة بعدد 64 ألف كرتونة مواد غذائية، هذا بالإضافة إلى 1500 كرتونة ملابس ومعدات طبية والتي شملت حضانات وأجهزة غسيل كلوي وغيرها من المستلزمات الطبية. هذا وتشارك في فعالية القافلة 18 جمعية. الحمد لله الصحة كان ليها الحظ الأوفر في صندوق في القوافل. احنا الحمد لله وصل لنا 38 ماكينة غسيل كلوي، 69 كرسي خاص للمرضى الغسيل الكلوي، 38 حضانة بمشتملاتها، وده هيساعد طبعا على زيادة الخدمة لمرضى غسيل كلوي وزيادة الخدمة في الحضانات. احنا بنستقبل قافلة من أكبر قوافل المواد الغذائية والمساعدات للأسر الأولى بالرعاية برعاية فخامة رئيس الجمهورية، وطبعا شرفنا النهارده في الاحتفالية اللي أنا بسميها احتفالية من أعظم وأفضل الاحتفاليات بحضور السيد الوزير محافظ